scrap your seatbelt, I'm in sound. Boom! Pump it to the limit. Make the ground shake. Wie geht's was Krapp Josef jetzt am Start? Boom! Pump it to the limit. شو أخباركم حبايبي؟ أتمنى يكون كل شيء تمام. أنا بعرف إلي أسبوعين أو ثلاثة غايب عنكو، بس إسا رجعت لكم بمفاجأة كتير حلوة بتمنى تعجبكو. للناس اللي عندي بالقناة رح تعرف نوع المفاجأة، لأنه أنا بلشت من هون حد الباب، فبتعرفوا رح يكون فيها شوية توتر وبدها كتير سرعة بالتحضير للسفر. بس هالمرة السفر برايكو لوين؟ صح، السفر على البلاد. موطني. أوكي، فالمفاجأة رح تكون هيك. أنا ما خبرتش أهلي إنه أنا مروح، ما حدا بيعرف إنه أنا مروح، فحاب أعمل لي مفاجأة. أنتوا رح ترافقوني عمي بالرحلة، رح تكون نوع من الفلوج، فخليكم معي وهات نشوف سوا. طبعا تأخذوناش بالمنظر، الغرفة كتير مرتبة، كتير مرتبة فعلا. إسا بلشت تجهيز للشنطة وإسا شوي وبخلصها، وبيضل معي آخر شغلة وأهم شغلة اللي هي الهدايا. هات نشوف. أوكي حبايبي، فإذا إحنا إسا قاعدين بالمطار عم نستنى الطيارة. الطيارة كمان نص ساعة رح تيجي تقريبا، فكنت حاب اصوركم شوي بالباص او مو باص كنت حاب اصوركم شوي بالطريق للمطار ولما خلصنا الشنطات وكل شيء، بس كان شوي الوقت مضغوط، فعشان هيك هسه بجرب اصوركم كمان اكثر وخليكم معي. يا جماعه الخير، ما لحقتش انام غير ساعتين، بس هيك الواحد بقوله كسرت كبوتي هيك ساعتين شوي، بس يا مشيل على الاخر مية تعب شوي، عيني عم بتغمض لحالي، فالله يسترنا بهالرحلة. اوكي حبايبي، فإسا عمليا بدي افوت على الطيارة. الصورة مش كتير منيحة لأنه في شتاء، بس لسه بتكملوا معي جوا. منظر يا جماعة روعة هون، اشي بجنن. الشمس عم تطلع، كل الناس نايمة هسه، الشمس عم تطلع، المنظر برا بيخبل، بجنن، بيشنن. والله شو رايك يا مظبوط؟ شو رايك؟ بدنا نعمل جو هون اكشن، شو اخباره؟ والله يوسف شب ادمي مفيش منه، بس كيف تطلع ايدك يعني بالكاميرا؟ يا جماعة شوفوا، جايبين لنا تويكس، وهي فيها عجاج وبينتس، بس هاي بالتويكس بدها تخرب لنا الدايت، فيها 124 كالوري، يعني هاي دمار العادي. لسا وصلنا يا جماعة، فإذا لسا حبايبي وصلت مطار بن غوريون هون، فا زمان ومدة والله، الطقس كتير بجنن. كتير اعطاني شعور حلو، و خلينا نكمل المفاجأة ونشوف شو راح يصير معنا. شايفين شو لقينا هون؟ لقينا في عازف موهوب على البيانو، وهون مع كل مطرب عدولة، ف رح نعمل ديو سوا هون. يا سي بوم. يا جماعة مية تعب، بس طلعنا بالقطار الترين، فبعد تقريبا 40 دقيقة بنوصل. الحالي حالي يم على الآخر، شيء لمنت في الواحد. هات أعطيكم نصيحة، الواحد مية تعب، بعد تقريبا في نص ساعة الواحد يستنى، إيش تعمل؟ جيب نظارات تلبسهن وبتنام. أوكي حبايبي، فأخيرا وصلنا جديد المكر، هون المفرق، وعم بستنى رامي فت. رامي فت وعدني يجي قبل بنص ساعة، ومش عارف شو تعمل فيه إسا. وينه إسا؟ لازم يكون إسا على الطريق جاي. إذا بقولكوا رامي فت إشي، احسبوها كمان ساعتين ثلاث ساعات زيادة حتى يوصل.
اعذروا مين اجا هون؟ اعذروا العب صحتين بوووو شو حبيبي؟ كله تمام؟ واخيرا اجا واخيرا حط هون الشنطة رواية القرود ها؟ أهم اشي هاي مش سيجارة هاي راح يفكرين سيجارة هاي مش سيجارة شو؟ يوسي فيت واخيرا شايفين؟ لما يقولكم سيا رامي اوقف تردوا بيجي بعد 50 ساعة وكرام مي زمان مدي شو الاخبار حبيبي؟ مليون تمام؟ شايفين رامي؟ مكيف سيارة كشف ميني مكيف شو عليه؟ فتنس يسي بوم كيف السيارة هون؟ كيف حاسس القعدة؟ والله بوليوس بوجودك طلع شايفين كيف القعدة هون؟ يعني اشي فاخر من الاخر اشي مرتب يعني الكاميرا يا جماعه بطلت تشتغل يمكن عشان في موتيفيشن كثير هون مش عم تتحمل مش عم تتحمل فاهم كيف؟ طيب شايفين حبايبي هاي الشغلات لمين؟ لا لرامي بيت هاي حبيبي الك يسعد لي اياك بتحط لي اياها بمحل هيك مرتب تفتحها احلى قعدة احلى قعدة انبح صوت على الاخر مع الغناية يجي سباي سكراب يور سيفيت ام ستار بوم بامب ات تو ذا ليميت First let me hop out the motherfucking Porsche Lordy in the ass No shit كل لوني سام بيطلع علينا بقول شو هالمجانين هاي شايفين؟ عيش حياتك تهتمش لأي حدا بدكم تقولوا مجانين احنا مجانين بدكم تقولوا بدكم تقولوا بدنا ننبسط يا مالك بنعطيها تبشير على الاخر هاي اسا بدنا نفوت على الدار عنا ونكمل المفاجأة أعطيها بوم هات نشوف من عاد مش عارفين هنا؟ لا عنجد ما حدا عارف هات نشوف شو الأخبار؟ شو الوضع؟ صوروا شو هيك؟ ما بعطيه شوي خليه ياخذ نفس شوي شو الوضع؟ نحجز كارت؟ هيك صفن ابوي بطل يعرف شو يعبر ايه؟ بدنا نحجز لك ام حسين كيف من صدمه من دهشه من دهشة ام حسين شو صدمة شايفين شايفين الكاميرا محلاها هي صور شايفين شايف محلاوة تصور احلى ام حسين واتساب حبايبي شو الوضع؟ اسا عمليا كنا بالتمرين روحنا اكلنا كيف ما لازم واسا عمليا قاعد مع اخوي وحبيب قلبي رامي ملا من البلد عنا فحابين نحكي معكم هيك بكم موضوع سوا وخلينا نبلش لا طبعا يلا طيب يعطيكم العافيه يا جماعه انا هسه بدي اقلد يوسي كيف اول ما فوت على سناب شات كيف يوسي بحكي انا يوسي هسه بصدر اول شيء بحط ايده على الكاميرا هيك يجي سبايس كاب يوسي فيت عم اشتغل بوم اهم شيء بامب ات تو ذا ليميت ايوه بامب ات تو ذا ليميت يعطيكم العافيه حبايبي شو الاخبار كيف الصحه كيف المراه كيف الاولاد كيف النظام الغذائي كيف الاكل كله ماشي تمام مش فاهم انا يا عمي شو خلوني افهم عليك متعشك كمان تحكي انت بسرعه سريعه كثير طيب اذا احنا حابين نعمل فقره اللي فقره شوي موتيفيشن اللي تحفيز حتى الواحد يتقدم بحياته ويحقق نجاحات لقدام اكثر ويشتغل صح وشو كمان ويشتغل صح
هلا التوكيد توكيد لفظي. طيب يا جماعة هيك عن النجاح شو بتحب تقول للمتابعين عن النجاح هيك بكلمتين أو ثلاثة أو أربعة؟ أنا بقول جالي وحدي إنه الحياة حلوة وكل إنسان لازم يعيشها صح، مش واحد واثنين وثلاثة، كل صح. إنسان لازم يعيشها صح. يوسي بدي أسألك أنا سؤال، تفضل. حسب رأيك شو أهم عامل أو عامل أساسي بالنسبة لك اللي هو ممكن يوصل الإنسان لطريق النجاح؟ أهم عامل؟ حسب رأيي أهم عامل هو عامل الإقصار يعني. أهم عامل للنجاح حسب رأيي هو الأمل، لأنه أمل عطلة ولا أمل شحادة؟ أهم عامل هو الأمل، لأنه إذا عندك أمل أنت بالحياة فبيعطيك أنه تكمل أكتر، ومع الإرادة طبعا توصل لوين بدك يعني. بس إذا ما عندك أمل بأي شيء فأنت من الأساس فيش عندك تفاؤل، فيش عندك أمل لأي شيء توصل، فعشان هيك مش راح تعمل إشي. فعشان هيك حسب رأيي الأمل هو الحل طبعا، وتكون إيجابي كل الوقت، تكون إيجابي يعني صح. في إحنا للأسف عندنا هنا مثل بيضلوا يقتبسوه كل العرب بطريقة جدا خاطئة، اللي هو إيش عن إزاي؟ في ملا الناس بيكون قالك أنا لما فيق الصبح بلش نهاري بإجر الشمال، يعني بلش نهاري بشع، خلص راح يخلص بشع. يا جماعة هذا اسمه هبل وحكي جرايد، فيش إشي اسمه أنا فقت الصبح نهاري بلش بشع بكمل بشع، كله بإيدك. كمان شغلة بنبه لكثير أشخاص اللي بنبه لكثير أشخاص اللي بنزلوا كثير بوستات وستاتوسات اللي بيحكوا عن النجاح بس منشان يحسوا منيح بينهم وبين حالهم، منشان انا اشي بسميها انه الاشباع الذاتي، انه انا بنزل هذا ستاتوس بس منشان اورجي الناس انه انا انسان ناجح، بس انا عن جد بينه وبين حالي مش ناجح. صدقني بهي الحاله انت عم بتخرب الناس اللي عم تكتب لهيك، انت مش بس عم بتضر بحالك، انت عم تضر بغيرك. ولا الاشي الافعال صح، اشي الافعال صحيح يعني. حتى الواحد لو بحكي منيح الواحد يكون ايجابي، إذا كتب ستاتوس على الفيسبوك أو إنستغرام صورة مع سمايل مع ضحكة يكون إيجابي، بس بنفس الوقت الواحد لا مفروض يعني يفعل وحطه تحتها خطين وعلموها بماركر، لأنه كتير مهم الواحد. شو لون الماركر يكون؟ أصفر برتقالي. يو 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 يوسي ليش بتروحش على موهبتي الغناء؟ بتترك كل عالم الفتنس بتروح على موهبتي الغناء؟ الغناء بده الواحد يكون عنده طرب. عشان يكون عندك طرب طيب، احيانا الواحد يعني بنجبر انه يشرب كحول. اذا الواحد بيشرب كحول عشان يفوت بالجو، فهم كيف؟ اذا الواحد بيشرب كحول كتير شو بيصير فيه؟ امراض صحيح. اذا الواحد بصير عنده امراض يعني بروح على مستشفيات كتير، يعني تنزل على بتروح على مستشفيات كتير راح تمرض اكتر واكتر وممكن تموت. فانا بروحش على موهبه الغناء احسن ما اموت. وانت اخر مره رحت عند دكتور نفساني ولا شو؟ قويه شو قويه الحفله، اول مره بسمعها بحياتي. عفوا ما عليك، انت سمعانا بلا بحياتي ما سمعتها، قويه كثير. جن الهوى ورماني طيرني انا وياك، قلبك بعده بيهواني، قلبي بعده بيهواني.